دي حفاضة مستوردة ودي مصري، نفس الخامة، نفس الجودة، نفس طريقة التصنيع. الحفاضة المصرية زيها زي المستوردة بالظبط، والمصرية يمكن أحسن، وبنصدرها لبرة بحوالي 2 مليار جنيه، وبعدين نجحنا نشتريها من برة بالغالي ونستوردها بمليارات الدولارات. طب ليه؟ مش شايف إن عقدة الخواجة بتكلفك وبتكلف بلدك كتير؟ سيبك من عقدة الخواجة وافتخر بصناعة بلدك بكل فخر. صنع في مصر.